مرحبا زينة. أهلين يا عمري، تعال اقعد جنبي. يعني إذا ما عندك شيء المساء عامل لك مفاجأة. يا الله، وأنا كمان عملت لك مفاجأة. عم فكر إن نروح على الشاليه تبعنا كم يوم. على الشاليه؟ بس بتعرفي إنه ما بقدر هالفترة لأنه عندي شغل. إيه خلص لكن بروح لحالي. شو هالحكي حياتي؟ ما البيت عم يتصلح. شلون ما بتقلي إنك بعت البيت يا جلال؟ عفوا؟ ولك أنت شلون تعمل هالشي؟ وشلون بتروح بتبيع البيت من دون حتى ما تسألني؟ منين عرفتي أنتي؟ ما بهم من وين عرفت هالشي، قلي ليش بعت البيت؟ اضطريت أني بيعه يا زينة، بس لا تخافي رح أشتري لك أحسن منه. مصر تكذب، كذبك هاد ما بيمرق غير على الناس اللي مثلك، مو علي أنا يا جلال. شو هالكلام الفاضي هاد يا زينة؟ لا جلال، كلامي مو فاضي. ولك قلي أنت إمتى رح تبطل كذب؟ يعني فوق ما حضرتك ضحكت علي ورحت اشتريت لي طقم زيف ما بيسوى شي، طلعت كمان بايع البيت يا جلال؟ ايه خلصنا بقى. شو فيها؟ كان علي دين واضطريت اني بيعه، وبعدين انا بعته مشانك. ايه مشانك، لنبني لك طلباتك يلي ما بتخلص. لك انا انسان كمان، انسان. ماشي زينة، خير أليس؟ أنت مرضاني شي؟ لا دكتور ما فيني شي، بس شكلك مو عاجبني، حتى مو شايفك عم تاكلي منيح. في مجال اني اروح على غرفتي بعد اذنك؟ اي مثل ما بدك. الخالي هاجر ساويت حلو، ما بدك تاكلي معنا؟ لا بعدين باكل. أليس حلوياتها لهاجر ما بتتفوت ابدا، فانا بنصحك انه تعدي. تركوها بحالها بقى، بلكي في شي هي مزعوجة منه، او بلكي بتكون متخانقة مع شي واحد من رفقاتها. يلا بعد اذنكم. الله معك. ايه هاي الحلو صار جاهز، بس ان شاء الله يعجبكم. قولي هاجر، يا ريت تزبطي لي صحن لحتى طالعه لأليس فوق على غرفتها. اقبال خانم ما في داعي تعزبي حالك، انا باخذ لها الحلو. لا انا بطالعون. ايه بكون احسن. وشوفي شو قصتها، لانه باينتها مزعوجة من شي. ماشي حبيبي. والله ما كان ناقصنا غير تعملي علاقة مع ابن الجيران. عن جد عيب عليك، انت ما بتستحي على حالك؟ ولا النومة بالشاليه مريحة أكثر من عنا؟ ما صار شي بيني وبينه، وأنا عم أقول لحالي ليش صفريتي وحمريتي لما شفتي زينة. يلا قليلي شو صار؟ ليش عم تسأليني؟ ما قلت لك زينة خانو؟ بفهم من الحكي إنه مو فارقة معك وما بدك تدافع عن حالك أبدا، وفوق هالشي كمان عم تتصرفي وكأنه مو صاير شي بنوب. وبصراحة أنا ماني خايفة عليك، أنا خايفة على بكري لما يدرى بهالشي. المسكين كان يثق فيكي وهالصدمة رح تزعجه كتير.
طيب شو رأيك مثلا نروح لعندي على البيت؟ بدي افهم شو يلي خلاكي تعجبي فيني؟ ما بعرف فيك شي، ما بعرف شو هو شدني لقلك وخلاني اعجب فيك لهالدرجة. ورجيني البيرسينج. شو بدك تشوفي؟ انا امته. ليش امتي؟ طيب يعني شو بدي ساوي؟ ما شفتي امك شلون انزعجت؟ اختي مشان الله لا تقولوا له لبابا، وبعدين انا امته ومشي الحال. طيب كل البنات حاطين مثله وانا حبيت قلدهم، واللي حطت لي اياه ما اخذت مني ولا ليره، والله ما اخذت. ليش امتي؟ كان كتير حلو. عم تتمسخري مو هيك؟ لا والله ما عم اتمسخر يا بانا، وبعرف شو هو شعور الواحد لما ينحرم من شي بيحبه. لما كان عمري 10 سنين اجوا بيت خالتي وعزمونا على العشاء، ولو تعرفي قديش كنت مبسوطة لأنه أهلك رضيوا ياخدوني معهم. كنت صغيرة ومن فرحتي فتت على الحمام وأخدت مكياج أمي وحطيت على وشي لأني كنت وقتها كتير سمرة وبدي بشرتي تبيض، وحطيت على كل وشي من المكياج اللي معي حتى صير حلوة مثل كل البنات. وبعدين طلعت على الصالون وكنت كتير مبسوطة بشكلي، ولما أمي شافت وشي قطعت الشحاطة على جنابي، وبعدين جرتني وراها وصارت تضربني وهي عم تغسل لي وشي. ضربتك؟ ايه ضربتني، ومن وقتها صار عندي عقدة منه وصرت اكره المكياج. حبيبتي انتي. كنتي تسألي ليش انا ما بحط مكياج على وشي؟ انا ما بحط مكياج لاني بخاف انها تضربني، مشان هيك لا عم البس ولا عم اتمكياج، وعايشة من قلة الموت. ديري بالك على حالك وساوي اللي بدك اياه، بس لا توطي راسنا. عم تفهميني؟ معقول لهلأ ما محيتها؟ تارك دراستك وقاعد عم تتفرج على حبيبة القلب؟ ليش ما دقيتي الباب؟ أنا بعتذر عطلتك عن صورة. اطلعي لبرا ولا بقى تفوتي من دون ما تدقي بابي. على أساس يعني مشتاقة لشوفتك، أنا جيت لأخذ الفيلم وروح وإنت رجع شوف صور حبيبة القلب. سكتي لين. آه صحيح، قبل ما أنسى، بانا وإحسان صاروا يطلعوا مع بعضهم على طول. أي الصف له هنن حرين. بلا شو؟ أنا علي إني قلك ولا بقى تطلع كتير على الشاشة، يعني مشان عيونك مو مشان شي تاني. Thank you.
يا مجد ليش؟ هلأ بتعرف شو رح نساوي؟ لا والله ما بعرف. بدنا نطلع من هون وبدنا نروح دغري على بيتي. بالله شو؟ ايه بدي اخدك على بيتي ورح تشوف اذا ما بخليك بدقيقة تنسى كل مشاكلك. والله ما بتوقع انه بتقدري تنسيني. انت جرب وما رح تخسر، الحياة قصيرة وما بتستاهل كل هالزعل. ايه مزبوط معك حق. وهلأ قومي لنعمل زيارة لبيتي. إقبال، عرفتي من شو مزعوجة؟ ايه هي مزعوجة كتير من زينة، وانت بتعرفها منيح وقحة وما بتستحي من حدا، واكيد بتكون مسمعتها شي كلمة. يا الله، يعني شو بدها تكون حاكي معها لحتى مزعلتها كل هالقد؟ تتذكر لما أليس تركت بيتنا أول مرة؟ أي وقتها أخذها مجد وراحوا مع بعضهم على الشاليه تبع زينة وقعدوا فيه. أي وزينة كتير كانت مزعوجة من هالشغلة، لأنه ما بيجوز أنه يضلوا لحالهم بالشالي. أي شغلة مو مستاهلة، ما في داعي زينة تكبرها، يعني الأولاد مربيين واعيين. من وين بتعرف أنها كانت هنيك؟ بعرف القصة من الأول، ما أنا يلي جبتها من هنيك. بعدين مجد إنسان مؤدب، كان عم يحاول يساعدها وما في شي بيناتهم. معك حق، بس بصراحة أنا انزعجت عليها وقلت لحالي إنه مو معقولة وحدة مثلها تغلط هيك غلطة. إقبال، إذا بدك تنامي قومي نامي، أنا بدي أقرأ شوي. آخ يا صبحية، آخ 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 يا صبحية. أمي أمي شو صار لك؟ أمي 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 على مهلك، فيكي شي؟ ما كان قصدي أعمل فيكي هيك، بس كان خوفي كان من حكي الناس. كان معك حق، اللي ساويته خلاك تخافي مني، بس كنت مجبورة من شان حافظ عليكم، لأنه الفقرة اللي مثلنا ما إلهم غير شرفهم وبس يا روحي، وكنت مسؤولة عنكم لأنه أبوكن على طول كان مسافر، ومشان هيك يا أمي كان لازم دير بالي عليكم. حاجة أمي بوس إيدك. بعدين لما كبرتوا صرتوا صبايا، حاولت أمن الكل اللي بتحتاجه بس ما أقدر. شو بدنا نساوي؟ هيك الله كاتب علينا، نصيبنا نعيش كل حياتنا فقرة ومعترين. ولك يلعن أبو الفقر. ما بلومكن لأنه هاد مو ذنبكن، أنتي وأبي ما قصرتوا. بكري حبيبي، شفتك مشغول بالقراية فقلت لأجيب لك فنجان الشاي. اي والله يسلموا هالإيدين.
والله شغلة الدكتور مو سهلة وبدها قراية. كأنه عم تتعب حالك يا ابني. بكري بتعرف شو عم يخطر ببالي؟ قولي. لما رحت على أجري الدنيا كانت وقتها شتة والتلج عم ينزل. كملي. وتعرفت على بنت حلوة كتير ممرضة وكان اسمها مريم. ايه مريم ما هيك؟ ايه يمكن. ايه صح مزبوط مريم. ايه تذكرتها. شو جاب عبالك بهالوقت؟ ولا شي خطرت ببالي. كانت بنت منيحة كتير. الله أعلم شو صار فيها هلأ. ايه الله أعلم. انت بتعرف شو صار فيها؟ ومن وين بدي أعرف يعني؟ بعدين شو مناسبة هالسؤال؟ ولا شي بس حبيت إني أسألك لا أعرف أخبارها لأنك حبيتها وقتها ومن كل قلبك. عكلين كمل قرايتك رح أقوم شوف شغلي. شكرا على الشاي. أنا المفروض ساوي شيء لأني مليت من هالوضع. والله مليت وما رح خلي حدا يستغلني لا أحسن ولا أي حدا. بس أنا اللي رح أستغلهم وأنشل أهلي من الفقر والتعتير. نعم سميح. بدي أحكي معك شوي على اللي صار اليوم. ما القصة واضحة يا أستاذ سميح، شو بدك تقول أكتر؟ يعني بدي أشرح لك ليش هيك صار بس لحتى ما تفهميني غلط. طيب مو مشكلة سميح، وإذا بتدفع أكيد رح أنسى كل شيء. أنا ما رح أرحمكم. الأمانة اللي حطيتيها عندي يا مريم، بوعدك إني ما أخونها أبدا بس الله يقدرني على هالحمل. لازم ساوي المستحيل مشانها وما خجلك. لا تيأس حبيبي لا تيأس، أنت الرجال حنون وهي المسكينة حتكون بحاجة إلك أكثر من أي حدا. آخ يا مريم. بكري؟ نعم هجر. بدي أقول روحي نامي لأنه شغلي مطول شوي. بدي أقول لك شغلة، بيقولوا الحمل لما بيتقسم على اثنين بيخف كتير. خليني شيل هالحمل معك لأني مو حابة أشوفك مهموم أبدا. شكرا لك يا هجر، تصبحي على خير. عارف عن جد عيونك كتير حلوين. قديمة هلا انت بيلبقلك انك تشوف حالك بس كأنك مزودة شو. عن جد شكرا كتير لك مجد. يلا خلينا نكمل على بيتك. لا لا خير، انت خايف من شي؟ شو صار لك؟ ليكي مو مجد يلي بيخاف من أي شيء وما عندي شيء لأخسره، عم تفهمي؟ معقولة ما عم بفهم؟
ولك انت شو عم يصير معك؟ انت مجنون شي؟ ليش هيك دفشتني؟ لك فهمني شو بك؟ شو قصدك؟ لا لك اخ منك ماجد.